تنعين منه هي مريضة، ما خليت في مديتها على ود العملية، بغيت ندير لها العملية على البناج، حتى البناج ما قبلهاش، حيت هي كانت عندها ثقبة في القلب، حتى البناج ما كانت عندها ثقبة في القلب، معناها تسدات، تبعت ليها تسدات الثقبة اللي فيها في القلب، وحتى البناج ما قبلش باش يبنجها، ودرت ليها العملية جوج مرات هنايا، جوج مرات، وحدة بعدا مات فيها عاد، عاد رجعت فواحد العملية كلها يديها، وما كاينه حتى شي نتيجه، حتى شي نتيجه ما كاينش، كلها مخرجه يديها، حتى شي نتيجه ما كاينه، وبغينا نديروا لها عمليه على رجليها، بالنجمه قبلش تنمشي، حتى بالنجمه قبلهاش، ودابا هاد الشيء هي اللي معيطه، حتى هي اللي قلبات، هي اللي قلتت معيطه، عيطت هي ومرات لوسي، هي اللي هضرت، انا ما هضرتش، هي اللي تدخل تتقلب في الفيسبوك، وتقلب في الواتساب، وتقلب، هي اللي هضرت، انا ماما قالت لي بغيت نعيط، شوف الناس تيعاونوهم، حتى انا بغيت يعاونوني ان شاء الله. آه. ان شاء الله داك الشيء قالت لي، حتى انا ما بغيت نتعاون. يعني الحل المادي ديالكم الحل المادي الراجل تيكاردي، وانا ما خداماش، حيت كنت خدمت واحد الايامات، خدمت لقيتهم عامرين قمل بجوج، بنيتات عامرين قمل بجوج، وما عندي كنخدم، صافي جلست، والولد خص لي قابلو، حتى يطيح ليه السكر، يهبط السكر، عندي الولد مريض حتى هو، هو تما عنده 10 سنين، غيكملها في هذا الشهر، هذا غيكملها في هذا الشهر، غيكمل 10 سنين، حتى هو في، حتى هو عنده مشكل القراية، ما تيقراش، حتى هو عنده مشكل، دابا نيتا مدبزة معاه في القراية، حتى ما عارف حتى شي حاجة، ما عارفاش، عنده مشكل في القراية، حتى هو عنده الوراق، عنده كل شيء، معناه هو الحمد لله تيتمشى، واخا تيتمشى شوية، ماشي هو هذاك، تمشى ماشي بحال الدراري عاديين. بالنسبة للرامي استفدتو ولا ما استفدتيش؟ لا استفدنا البارح، ماشي الحمد لله، الحمد لله، لا هي اللي تطلب، اش تطلبي؟ قولي قولي، الناس كيشوفوك وكيتبعوك، سميتك بعدا؟ رحاب. رحاب؟ اختي رحاب.